النجم حسن الرداد بيصور حاليا دوره في مسلسل مدرسة الحب في لبنان. الرداد نشر صورة من كواليس التصوير على حسابه على انستغرام، وظهرت معاه في الصورة بطلة المسلسل اللبنانية باميلا الكيك. جمهور حسن اكدوا في التعليقات ان هم مستنيين المسلسل، وواحدة فيهم كتبت له زي القمر يا نجم ربنا يحميك، وان شاء الله المسلسل هيكون ناجح.